بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة هنكمل مع بعض شرح برنامج سكتش أب برو 2019. كان في درسين قبل كده، لو عايزين تطلعوا عليهم أنا دايما بحط لينك القناة أسفل الفيديو، بحطه في الوصف. بتدوسوا على لينك القناة بيدخلكم على القناة وبتشوفوا جميع الدروس، أو بتدوسوا على اسم القناة من أسفل الفيديو بيدخلكم على القناة وبتشوفوا كل البرامج اللي أنا شرحتها قبل كده ومنها الدروس السابقة لبرنامج سكتش اب برو. قبل ما نبتدي الدرس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو، تفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد على الايميل بتاعكم، وده بيدعمني في القناه وبيخليني استمر معاكم. انا هتكلم عن امر مهم النهارده اللي هو البوش والبول. الامر ده انا عن طريق ممكن ان انا اعمل مبنى واعمل في المبنى ده فتحات شبابيك وابواب. طب ازاي؟ انا الاول هرسم ريكتانجل مثلا كده، بالشكل ده كده، واجي عند امر بوش هنا بدوس عليه كده. الاول هنيجي عند الواجهة المنقطة دي واجي اعمل كده زي ما احنا شايفين الامر ده، اما ان انا بسحب لفوق او بنزل لتحت، بعمل ارتفاع للشكل اللي عندي او المستطيل اللي عندي او اي شكل انا عايزاه عن طريق الامر ده. انا هخرج من الامر اقول له اندو، وهاجي اعمل المستطيل اللي عندي ده، احنا شايفينه ده اوفست لجوه، هعمل له جدران. هنروح عند امر اوفست احنا قلنا المره اللي فاتت، وهاجي ادخل كده لجوه وادوس زي ما احنا شايفين ظهر لي مستطيل تاني. فمثلا هعمل سمك الجدران دي 0.15 زي ما احنا شايفين كده، وهاجي اعمل انا اشوف كويس اهو اوربت وادوس عليها، وهاجي اعمل بوش بالجدران دي، هاجي كده اهو برفعها بالشكل ده شايفين. اجي مثلا اعمل ارتفاع 3 متر، عايزه اعمل فتحه باب في الجدران دي، هروح عند ريكتانجل هنا وهاجي اعمل مستطيل للباب كده، هعمله عرض 1.5 متر وارتفاع 2 بالشكل ده، 1.5 وبعدين فاصلة 2، دايمنشن بتاعه بيتكتب هنا زي ما انا قلت لكم قبل كده. وهاجي عند بوش هنا واقف كده بسحب لجوه بالماوس بالشكل ده كده، هنشوف مع بعض اهو عمل لي فتحة للباب زي ما احنا شايفين بمقاس انا اديتوره اهي مفرغه من جوه. هاجي ارسم فتحه الشباك، اروح عند ريكتانجل، وعشان اعمل الارتفاع بتاع الشباك بس يكون وصل لحد هنا، عندي في دايره ظهرت لي اهي عند الاند بوينت بتاعت الباب عشان يكون نفس الارتفاع، وباجي مثلا من هنا انا طبعا برسم على محور اكس فبنزلها لتحت كده، وبكتب المقاس انا عايزاه 1.5 فاصلة 8، عمل لي فتحه الشباك كده. هاجي عندي بوش هنا زي ما عملنا قبل كده واعمل لها سمك، او بفتح فتحة الشباك اهي بالسمك بتاع الحائط اللي عندي. طبعا ممكن ان انا اكتب سمك الحائط هنا تحت، هو كاتبه لي ناقص 15، هو اصلا 15 كويس. وادي فتحة عندي زي ما احنا شايفين كده اهي، انا عملت فتحة للباب وفتحة للشباك. هاجي اعمل حوائط داخلية، نشوف مع بعض ازاي ان احنا نعملها. فمثلا كده هاجي اعمل لاين من منتصف، مظهر لي الدايره دي بتبقى الميد بوينت، بتكتب عندها الميد بوينت زي ما احنا شايفين للميد بوينت دي. فكده انا عملت خط، وهاجي برضو من هنا للميد بوينت دي اعمل خط تاني، هعمل هنا حجرتين مثلا، وهاجي اعمل اوفست بره كده 12 سنتي،
ونفس الكلام اوفست 12 سنتي بره كده كويس اهو. واجي اشيل اريز، هدوس على الخطوط دي كده اهي شلتها. هاجي ارفع الحواض دي، هقول له بوش، واجي اقف في النص هنا، وهاجي اقف في النص هنا زي ما احنا شايفين لما بينقط كده يبقى الوجه ده هو اللي انا هشتغل عليه. واجي ارفع لفوق كده واقول له 3 متر اللي هي ارتفاع الحوائط كويس. انا كده لو انا وريتها لكم عملت اوضتين بالشكل ده. طبعا مقاسات الاوض حسب ما انتوا عايزين تعملوها، لكن انا ببين ازاي ان انا اعمل حائط. عايزه اعمل بيبان، طيب انا لو عارفه المسافه بعد الباب عن الحائط مثلا 35، لو انا جيت هنا حددها ازاي؟ بروح عند ميجر هنا وبدوس على الانت بوينت دي وبمشي كده وبقول له انا عايزه مثلا بعد الباب 0.35. زي ما احنا شايفين حدد دي نقطه سودة اللي احنا شايفينها دي، يبقى البعد هنا اللي موجود انا كتبته تحت 35. طيب وهاجي اروح ارسم ريكتانجل بالشكل ده كده، وهاجي كده هعمله 2.1. ادي الباب عندي كويس، وبعدين اعمل له بوش بالشكل. يبقى انا كده عملت فتحة الباب هنا. يبقى احنا هنا عرفنا ازاي نقيس، لو انا قست لكم المسافة اللي انا عملتها اهي عشان تتأكدوا 35 زي ما انا عملت خلاص. لو انا عايزة اعمل شبابيك في الحوائط الجانبية ممكن اعمل ايه؟ عندي هنا في التوب والفرونت والرايت والباك والليفت. مثلا لو دوست على الليفت اداني الحائط اللي في الجنب، عايز اعمل فيه شباك، هاجي احدد بعد الشباك عن الحائط وعن الارض، ارتفاعه عن الارض برضو بميجر، بدوس عليها انا دايس عليها كده وبروح هنا كده بقول له بعد عن الحائط 0.8، وباجي من هنا لفوق كده وبقول له ارتفاعه عن الارض 0.8. يبقى انا كده حددته. واجي ارسم ريكتانجل من النقطه دي كده في الاتجاه ده زي ما احنا شايفين، واقول له 2 وبعدين فاصلة 1.2. ادي عندي الشباك اتعمل، واجي اقول له بوش 0.15. نيجي نشوفها عملت شباك للاوضه دي، زيها هعمل شباك للاوضه التانية. لو عايزه ارسم على اي واجهه بدل ما اقعد الفها كده، باجي عندي هنا في الليفت اللي انا كنت برسم فيها، وفي الفرونت، وفي الرايت اللي هي عندي فيها الباب والشباك اللي انا رسمتهم، وفي الباك. اي حائط من الحوائط هعمل الفتحات اللي انا عايزاها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. لو رجعنا تاني كده اهي عشان تبان، في حاجه بسيطه بس هتكلم عنها. لو انا عايزه اعمل امر بوش هنا كده وعايزه اعلي الحائط ده، بعليه بالشكل ده كده اهو، بكتب الرقم برضو اللي انا عايزاه مثلا 50، فبيعليه لي 50 سنتي. طيب لو انا بقى دوست على كنترول من الكيبورد، هاجي اعمل اندو هنا وبعمل الامر بوش برضو، بدوس على كنترول وبرفع الشكل بتاعي، هو بيحتفظ بالارتفاع الاولاني ويبتدي يرتفع الارتفاع اللي انا عايزاه التاني اللي هو مثلا لو قلنا متر بالشكل ده كده. وزي ما احنا شايفين اهو قسمهولي كده، لكن لما انا ما دوستش على كنترول ما كانش متقسم. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده.
رب تكون استفدت منه. اذا استفدت منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. انتظروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.